المكلا تستعد لعقد الدورة السادسة للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، والمواطنون يعلقون آمالا كبيرة على مخرجات الاجتماع. خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، المبعوث الأممي يشيد بنجاح الحوار الوطني الجنوبي. والمواطنون في غد يعانون من هبوط أسعار العملة المحلية، والعليم يؤكد مضاعفة الجهود لضمان استقرارها. غادر الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية العاصمة غدا متوجها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في مؤتمر القمة العربية في دورتها العادية 32 التي تنطلق أعمالها غدا. وسيلقي العليمي كلمة اليمن في القمة متطرقا لمستجدات الأوضاع المحلية وسبل تفعيل وتعزيز آليات العمل العربي المشترك، كما سيجري العليمي نقاشات على هامش القمة مع قادة الدول الشقيقة محورها الأوضاع اليمنية والدعم الاقتصادي والإنمائي والسياسي المطلوب لتخفيف المعاناة الإنسانية وفرص إحياء مسار السلام في البلاد بموجب المرجعيات الوطنية والإقليمية والقرارات الدولية ذات الصلة. أكد المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثير في تصريحات خاصة للغد المشرق أن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي سيصل اليوم إلى مدينة المكلا، حيث سيفتتح جلسات الدورة السادسة للجمعية الوطنية بمدينة المكلا الأحد المقبل. اليوم إن شاء الله سيبدأ الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي زيارته لحضرموت مع قيادة المجلس الانتقالي هيئة الرئاسة ورؤساء الهيئات وأيضا كافة القيادات في المجلس. الزيارة تأتي على شقين، شق رسمي وهو أيضا مهم بالإضافة إلى الأهم وهو افتتاح ومشاركة في اجتماع أو الدورة السادسة للجمعية الوطنية التي ستعقد اجتماعاتها في المكلا إن شاء الله ابتداء من 21 مايو. كما أكد الكثير أن برنامج الزبيدي سيشمل عددا من اللقاءات الرسمية، كما سيفتتح عددا من المشاريع الحيوية بمحافظة حضرموت. هناك برنامج مكثف في هذه الزيارة للرئيس، برنامج يمتد إلى لقاءات مع مختلف الشرائح والشخصيات وأيضا لقاءات رسمية مع المكاتب التنفيذية للمحافظة، وأيضا هناك وضع حجر أساسي على المشاريع. فالأمور إن شاء الله مبشرة، والزيارة تأتي في توقيت مهم جدا سواء لنا في حضرموت أو للجنوب عموما في ظل الاستحقاقات القادمة. وهذه الزيارة تفتح آفاق للتعاطي المباشر مع مختلف مكونات المجتمع في حضرموت. هذا ويعلق أهالي وادي حضرموت آمالهم على انعقاد الدورة السادسة للجمعية الوطنية الجنوبية لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم في الخروج من الأزمات واتخاذ خطوات وقرارات حاسمة تخدم القضية الجنوبية وتنقذ الشعب في الجنوب. يتطلع الأهالي في وادي حضرموت بكافة شرائحهم ومكوناتهم بأن تتلخص جلسات الدورة السادسة للجمعية الوطنية الجنوبية في المكلا بقرارات حاسمة لتشكيل الدولة الجنوبية الفيدرالية. فهذا الاجتماع سيكون إن شاء الله سيصدر منه قرارات حاسمة تلبي تطلعات شعب الجنوب، وإن شاء الله نتمنى أن تكون القرارات قوية جدا من القيادة العليا بالمثلة بالقائد عيدروس قاسم الزبيدي. الشارع الحضرمي يستبشر خيرا بالدورة الاستثنائية لأهمية انعقادها في الوقت الحالي، فهم متأملون بأن تكون المكلا هي عاصمة الحسم والعزم الجنوبي. نتفائل بانعقاد الدورة السادسة للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي في محافظة حضرموت بالذات، ونتفائل أنها تخرج بقرارات مهمة جدا تخدم الشارع وتطلعات الشارع في استعادة الدولة الجنوبية، وإن شاء الله نأمل خير في انعقاد هذه الدورة
في محافظتنا حضرموت إن شاء الله. تأتي انعقاد الدورة السادسة للجمعية الوطنية في محافظة حضرموت في ظل تطلعات أبناء هذه المحافظة بأن تتحقق كل آمالهم من تحرير وادي حضرموت وأيضا من الخدمات وأمور سياسية تخص في الشأن الجنوبي. وبكل تأكيد بعد هذه الدورة سينبثق عنها قرارات حاسمة. أهمية انعقاد الدورة في المكلا تأتي بعد التوافق في اللقاء التشاوري الجنوبي بعدن والتوقيع على ميثاق الشرف الجنوبي الذي وحد القوى الجنوبية. محمد بحفين، الغد المشرق، سيون. تزينت شوارع المكلا ومدن ساحل حضرموت بأعلام الجنوب وصور رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي وسط اجتماعات مكثفة تعقدها الهيئة التنفيذية لانتقالي حضرموت لاستقبال الوفود الجنوبية المشاركة في اجتماعات الجمعية الوطنية بالمكلا. اجتماعات مكثفة تعقدها القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت. الهدف من هذه اللقاءات هو التحضير لاستقبال الوفود الجنوبية المشاركة في الدورة السادسة للجمعية الوطنية الجنوبية والمزمع عقدها يومي الأحد والاثنين القادمين بمدينة المكلا. نحب نشكر كل اللجان التحضيرية التي تعمل بكل جد وتعمل بشكل دائم ومستمر وهي في حالة انعقاد دائم. اللجان هناك لجنة أساسية ولجان فرعية لهذا الحدث التاريخي الذي تحتضنه محافظة حضرموت والذي سيشهد توافد أبناء الجنوب قاطبة إلى محافظة حضرموت. شوارع المكلا والمدن الرئيسية بساحل حضرموت تزينت بأعلام الجنوب وصور الرئيس القائد عيدروس الزبيدي وسط ترحيب رسمي وشعبي في حضرموت بانعقاد اجتماعات الجمعية الوطنية. نحن الآن نحتاج إلى شجاعة لانعقاد هذه الدورة وتخرج بمخرجات تخدم هذا الشعب. نتمنى من الجميع ومن كل جماهيرنا في حضرموت وكذلك الجنوب أن يعدوا أنفسهم لانعقاد هذه الجمعية الوطنية لأنها سوف تكون جمعية انعقاد تاريخي في حضرموت وللجنوب عامة إن شاء الله بإذن الله. يأمل الشارع الحضرمي والجنوبي على حد سواء بخروج اجتماعات الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي بقرارات تلبي تطلعاتهم ومطالبهم. تأكيد جديد من أبناء حضرموت على تمسكهم باستعادة الدولة الجنوبية الفيدرالية، وما رفع أعلام الجنوب وصور قادته إلا خير دليل على ذلك. حضرموت لن تغرد خارج السرب الجنوبي، هكذا يقول أبناء حضرموت. محسن بالبحيث، قناة الغد المشرق، المكلا. أشاد المبعوث الأممي لليمن هانس جرونبيرغ بالحوار الوطني الجنوبي، وخلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي طالب المبعوث الأممي جميع الأطراف في اليمن بالبدء بعملية سياسية شاملة تحقق الاستقرار الاقتصادي في البلاد. إشادة جديدة تلقاها الحوار الوطني الجنوبي الذي شهدته العاصمة عدن الأسبوع الماضي، جاء هذه المرة على لسان المبعوث الأممي لليمن هانس جرونبيرغ الذي قال في إحاطة لمجلس الأمن إن الحوار الوطني الجنوبي يؤكد أهمية الحوارات الداخلية ودورها في تحديد مستقبل الشعب. المبعوث الأممي تحدث أيضا خلال إحاطته على اللقاءات التي أجراها مؤخرا مع مسؤولي الشرعية وقيادات ميليشيات الحوثي، حيث وصف تلك النقاشات بالإيجابية والمستفيضة، كاشفا أن جميع الأطراف أبدت تصميما جليا على التقدم نحو التوصل لاتفاق بشأن تدابير إنسانية واقتصادية ووقف دائم لإطلاق النار واستئناف عملية سياسية بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة. ومن جهتها أكدت الحكومة في كلمة مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أن تهديد الميليشيات الحوثية بالعودة إلى الحرب وإراقة المزيد من دماء اليمنيين يثبت عدم جديتها في التعامل المسؤول مع جهود سلام، لافتة إلى استمرار انتهاكات الميليشيات لقواعد ومعايير القانون الإنساني الدولي.
ورغم تعنت الميليشيات أعادت الحكومة التأكيد على التزامها بخيار السلام وحرصها على التعاطي الإيجابي والبناء مع كل الجهود التي تصب في اتجاه الوقف الشامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية. بحث المشرف العام على مركز الملك سلمان الدكتور عبدالله الربيع مع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ويليام ديفيد بحث الموضوعات المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية في اليمن. ونوه منسق الشؤون الإنسانية بجهود مركز الملك سلمان الإغاثة لدعم العمل الإنساني في اليمن ومساعدة المتضررين، مشيدا بعلاقات التعاون الفعال بين المركز ومنظمات الأمم المتحدة لمساندة الدول ذات الاحتياج. يشكو سكان العاصمة عدن من تواصل هبوط العملة المحلية الذي أثقل كاهلهم في توفير احتياجاتهم اليومية. المزيد في هذا التقرير. من جديد تعاود العملة المحلية هبوطها أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي فاقم معاناة سكان العاصمة عدن وجعلهم غير قادرين على شراء احتياجاتهم الأساسية للبقاء على قيد الحياة. المؤامرة كبيرة على شعب الجنوب، العملة كل يوم تنزاد شيئا فشيئا، والحكومة كأنها مش عارفة، والآن التجار رفعوا الأسعار ولا لجان تنزل تشوف، الصرافين أصبحوا زي البقالات بدون ترخيص، كل واحد فتح له مصرف ويلعب العملة على ما يريد، ولا في أي رغبة ولا في أي مسؤولية. كل ما ارتفع العملة كل نحن دمرنا الشعب دمار. هذا لما متى قاس أقول بعقلي، لما متى بنقاس بارتفاع العملة؟ يعني تنام تصحى على ارتفاع سعر بزيادة صراحة. هذه والله إذا ما شفنا على شحال والله بنشوف لما فين عدنا هنا. بات الكثير من المواطنين عاجزين عن تلبية متطلبات أسرهم نتيجة عدم التزام الحكومة في معالجة تواصل ارتفاع الأسعار التي فاقت قدرتهم الشرائية. صرف اليوم طالع نازل، وتي عند المواد الغذائية يقول لك الصرف الصرف الصرف، يعني لصالح من؟ الآن أصبحت محلات الصرافة زي ما قلت لك أول أكثر من البقالات منتشرة. ليش؟ إذا كان الصراف بقى يشتغل في أمواله الخاصة فقط ما بيقدرش يضارب، لكن الآن هو يضارب أموال الناس المطروحة عنده المخزونة عنده. تلاقي محل صرافة يملك من الأموال أكثر من البنك. ليش؟ لأنها حق المواطنين. توالي انهيار العملة المحلية فرض جرعة سعرية جديدة على المواطنين الذين أصبحوا ضحية للوضع الاقتصادي المتدهور. فاتن اسكندر لقناة الغد المشرق عدن. هذا واجتمع الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، وشدد العليمي على مضاعفة الجهود لضمان استقرار العملة والخدمات والسلع الأساسية وتحسين القدرات الاستيعابية لتعهدات المانحين الإقليميين والدوليين. ووجه العليمي بوضع خطط منسقة مع مختلف الجهات لاستثمار الموارد المتاحة وتوفير فرص العمل والعائدات المشتركة وتعظيم فوائد عمل السلطات المركزية والمحلية من الداخل لصالح المواطنين والتخفيف من معاناتهم. أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة لملف التعليم الفني والتدريب المهني والحرص على التوسع في هذا القطاع النوعي. وأوضح رئيس الوزراء خلال ترأسه اجتماعا لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني أن الحكومة وضمن برنامجها العام حريصة على تحديث وتطوير البنية التحتية لمعاهد التعليم الفني والتقني والمهني وكليات المجتمع عبر توفير تمويلات خارجية من قبل المانحين والسعي لتوفير التجهيزات اللازمة لكل التخصصات الفنية والتقنية. نشر متواصل وفيها بعد الفاصل. قوات دفاع شبوة تواصل انتشارها الأمني في المحافظة.
قام فريق الرقابة الحدودية بوزارة الداخلية بالنزول الميداني إلى ميناء الوديعة البري لعمل الصيانة اللازمة لمنظومة الرقابة الحدودية ومتابعة سير عمل منظومة كنترول الجوازات. وناقش مدير الرقابة الحدودية بالوزارة المقدم سامي مسعود ومدير عام ميناء الوديعة البري مطلق الصيعري آلية تحسين العمل بالميناء ووضع الترتيبات اللازمة للميناء والمتطلبات الرئيسية لتشغيل منظومة الرقابة الحدودية. انتشرت قوات دفاع شبوة في الخط الدولي الرابط بين عتق والعبر التابعة لمحافظة حضرموت. وأشار مصدر في قوات دفاع شبوة أن عملية نشر القوات تأتي ضمن خطة استكمال الانتشار وتأمين مديريات محافظة شبوة. وأكد المصدر نشر وحدات من لواء الدعم والإسناد دفاع شبوة ضمن المرحلة الأولى في الخط الدولي من أجل تأمين المسافرين. استعرضت لجنة فتح المضاريف بمحافظة شبوة في اجتماعها برئاسة المحافظ عوض بن الوزير العطاءات المقدمة لتنفيذ 3 مشاريع سيتم تنفيذها بتمويل من وزارة النفط والمعادن. وتتضمن المشاريع بناء قاعة مؤتمرات عامة في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة شبوة، وبناء مدرسة أساسية في منطقة اللجفة بمديرية مرخى السفلى، وشق وتوسيع الطريق عقبة المعجاز الترابي بمديرية عرماء. أما الآن مشاهدينا ننتقل إلى أخبار الرياضة. بلغ نادي مانشستر سيتي نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه العريض على ضيف ريال مدريد برباعية نظيفة في إياب نصف النهائي. وسجل البرتغالي برناردو سيلفا ثنائية والبرازيلي ميليتاو بالخطأ في مرمى فريقه، والأرجنتيني جوليان ألفاريز أهدف مانشستر سيتي. ويلتقي مانشستر سيتي إنتر الإيطالي في المباراة النهائية التي ستقام في 10 من شهر يونيو المقبل في مدينة إسطنبول. أجرت السلطات البرتغالية 60 عملية تفتيش غالبيتها في لشبونة وبورتو، بينها مكاتب وأندية بنفيكا وبورتو وسبورتينغ، في إطار التحقيق في مدفوعات غير قانونية بقيمة 58 مليون يورو على صلة بصفقات انتقال لاعبي كرة القدم. وقال مكتب الادعاء العام التابع للإدارة المركزية للتحقيقات والإجراءات الجنائية إن عملية التفتيش استهدفت منشآت أعمال بينها مكاتب محامين ومحاسبين وكذلك منشآت سكنية. ويأتي هذا في إطار تحقيق كبير بدأ في 2015 بعدما أطلق النظام المصرفي البرتغالي تحذيرات بشأن عمليات تحويل مشبوهة تقدر بالملايين. نهاية النشر مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. المكلا تستعد لعقد الدورة السادسة للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، والمواطنون يعلقون آمالا كبيرة على مخرجات الاجتماع. خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، المبعوث الأممي يشيد بنجاح الحوار الوطني الجنوبي. والمواطنون في عدن يعانون من هبوط أسعار العملة المحلية، والعليم يؤكد مضاعفة الجهود لضمان استقرارها.